مرحبا، اليوم راح نعمل مقلوبة. مقلوبة على طريقة يعني مقلوبة فلسطينية. طبعا كل بلد بيختلف عملهم للمقلوبة، يعني السعوديين بيقولوا عنها كبسة، بلاد تانية بتقول عنها شيء تاني، ولكن احنا اليوم راح نعمل مقلوبة على الطريقة الفلسطينية. المكونات عندنا فخاد دجاج، وعندنا رز، والخضرة بطاطس، بتنجان، بصل. طبعا كله عن طريقة كل يعني كله يعني شوي شوي راح نشوف كيف نعمل المقلوبة. خلينا نبلش نشوف كيف طريقة عمل المقلوبة. حنبلش بالبصل، حنحطه بعدين حننزل اللحمة والبهارات والشغلات الحلوة. يلا نقلب اللحمة، بدنا اللحمة تاخذ وجه حلو. نحط البهارات، عندنا بهارات مشكلة، طبعا بهارات عادية يا جماعة، مش محتاجة يعني بهارات خصوصا. 7 بهارات تقدر تقول. شقلب مع اللحمة مع البصل، جاوب تقدر تقول. المهم نخليهم مقلبين. بعضهم هنحط جزر وشوية خضرة على اللحمة، نحط المية على اللحمة. تقريبا حطيتنا 1.5 لتر او 1.2 لتر. بالنسبة للبتنجان انا ايش سويت؟ انا لما قطعت البتنجان شرايح حطيت ملح على كل حبة، على كل واحدة حطيت ملح، شوية ملح على الوجه والقفا. في ناس بقول لك لا، انا بجيب ورق بحط ملح وبجيب ورق او شريطة وبأعصر البتنجان، ولكن انا طلعت معاي زي ما انا بدي اياها، امورها تمام. حطيت ملح، طبعا حطيتها في اشي يعصر المية، وطبعا عصرة المية عندي ما فيش فيه مية خالي، وزي ما انتم شايفين. بس انتم صفتوه فوق بعضه زي هيك، ها كل واحدة حط عليها ملح، شوية ملح نحط عليها، شوية ملح على الوجه والقفا، وبنصفطها تصفيط زي ما هي هيك، بتطلع كل المية منها. تمام جماعة، قلت احنا خلال ما احنا هنحط اللحمة ونستويها ونحط المية عليها ونظبطها، حنكون قاعدين بنقلي في البتنجان والبطاطا، يعني حنكون شغالين على جهتين. بدكم تاخذوا بالكم من البتنجان وانتم بتقلوا فيه، والبطاطا بدكم تاخذوا بالكم من اللحمه عشان تستوي. كل المكونات جهزت، اللحمة استوت، البطاطا والبتنجان قليناها أمورهم تمام، الرز نقعته نص ساعة في مية سخنة منقوع، الشوربة راح نحطها على جميع المكونات. هلا راح نحط البندورة والبطاطا والبتنجان في الطنجرة، الوعاء أو الحلة. حطينا البتنجان والبطاطا كل شيء صفطناه، والبندورة تحت. نحط اللحمة، حطيت كركمة وحطيت زعفران على الرز. طبعا بعد ما نقعناه ونقع نص ساعة تقريبا في مية سخنة، أنا عندي نص كيلو تقريبا. هلقيت بنديره على اللحمة والحاجات. هلق راح نحط الشوربة تاعت الدجاج، أمورنا حلوة بالسلامة. على
على نار هادية جدا 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 جدا، بنخليها على ما تستوي. طبعا بالنسبة للخضروات اللي حطيناها الجميلة، حطها وين؟ على الوجه. هيك أمورنا تمام 100%. يلا روحوا طالعة. المقلوبة جاهزة، خلينا نقلبها. المقلوبة جهزت، المكونات كله لحاله، شايفين كيف؟ شغل نظيف. الرز لحاله، البتنجان لحاله، البطاطا لحالها، اللحمة لحالها، يا عفو الله. طبعا ما عندي شوربة، بس بخش هيك شوربة اللحمة والدجاج لما تعملها مع الاشي اشي رهيب. بعمل بتنجان يعني داخل في طعم، انت عارف فاهمينة الرز لما يخش في البتنجان مع البطاطا مع الامور هذه، فبصير الواحد هيك يعمل يرقص. هذه المقلوبة أنظف مقلوبة بشوفها في حياتي، مش عشان أنا أعملها لا، ولكن أمورها تمام مظبوطة. طبعا تومة ضرورية التومة. طلع الرز كيف شايفين، يا خرابي يا أنا بطلت أشوف.